إذا أنا عندي محول رح أرسمها بهذا الشكل عشان ما أضلش أضطر أرسم لفوق. هاي عندي الكور، القطعتين هذول بمثلوا الكور، الماجنتيك كور الموجودة لهذا المحول. راح أحط الدوت، راح نحكي عن الدوت هاي بعدين، هاي مهمة الدوت في المحولات، الدوت كونفنشنز. وعندي هون أنا حاطط في بي وعم بمشي معي آي بي، وهون لاحظوا الكرنت هون شكله مختلف شوي، طالع من هذا، هذا داخل بهذا الشكل وهذا طالع بهذا الشكل، هلا رح نشوف ليش. وعندي هون في اس بين هاي النقطة وهاي النقطة. هلا نعم صحيح، هلا لو اجيت انا هون هلا اخذت هون حطيت مقاومة، او حتى مش مقاومة، خلينا نحط امبيدنس زد، خلينا احط هون زد لود. السؤال اللي بسأله، لو انا طلعت هلا من هون من جهة في بي، هاي في بي وهي اي بي، وهذه رح اسميها زد ال داش، داش يعني ريفيرد، نقول الكلمة ريفيرد او ريفلكتد. هذه الزد ال انا عمالي بطلع عليها من خلال مين هون؟ لما بطلع من هون من خلال مين عمالي بشوف الزد ال؟ من خلال المحول. طب لو انا شلت هذا المحول بدي اشوف شو بتبين معي هذه زد ال من خلال هذا المحول. هلا هذه ما رح تكون مساوية لهذا، رح اشوف لها قيمة مختلفة. السؤال انه شو العلاقة بين زد ال وزد ال اللي موجودة هون؟ زد ال داش اللي موجودة هون وزد ال، خليني اخليها زد هذه مش مقاومة. مصدر اخذنا منه اللي هو التيار هون اخذ متاخذ من زي تيار هذا اللي نقدر نكمل. هذا هون اي بي مجال مغناطيسي بس غاد ناخذ يعني احنا بنقول لو انا حطيت هلا هون حطيت خط احمر حوالين هذه كلها، لو حطيت خط ازرق حوالين هذه كلها من هون، هون مصدر الزد غير مصدر الزد اللي بدك تحكي عنه. صحيح، بس لو انا هلا قلت لك هذه زد مثلا بتساوي لها قيمه معينه، لها قيمه 1 اوم. لو بس انا هون رح اطلع ما رح اشوفها 1 اوم، رح اشوف قيمتها مختلفه، هذا بنسميه ريفيرال او ريفلكشن. قديش رح تكون قيمه زد بالنسبه لقيمه زد هاي؟ يعني كاني لو بقول لك هذه 10 اوم، قديش هاي؟ اكبر. على ايش بتعتمد؟ على على الفي، لا تعتمد على عدد اللفات، الريشو تبع عدد اللفات من هون ايه، تعتمد على ايه، سواء كانت ايه طبعا اكبر من واحد او اصغر من واحد. خلينا نحسبها ونشوف. هلا عندي زد ال هذه اللي موجوده هون شو بتساوي بدلاله في بي واي بي؟ من الاساسيات في بي على اي بي مش هيك؟ اذا نحن نقول زد ال داش شو بتساوي؟ بتساوي في بي على اي بي. زد ال اللي موجودة هون شو بتساوي دلالة في اس و اي اس؟ زد ال بتساوي في اس على اي اس مش هيك؟ إذا خليني آخذ هلا هذه زد ال داش، زد ال داش بتساوي محل في بي، ايش في بي واحنا قلنا بتساوي؟ تتذكروا قلنا في بي على في اس بتساوي ايه مظبوط؟ مش هذا ستيب، إذا فرضت إنه ستيب داون وايه كانت أكبر من واحد. وعندي اي بي على اي اس بتساوي واحد على ايه، تذكروا القانونين هذول اللي موجودين هون. خلينا انا اعوض محل في بي ايش راح احط؟ اي في اس. ومحل اي بي ايش راح احط؟ اي اس على اي مش هيك؟ تطلع ايه تطلع لفوق شو بتصير؟ اي سكوير في اس على اي اس، بس ايش في اس على اي اس؟ زد ال مش هيك؟ اذا ايش صار بزد ال؟ ضربتها في اي سكوير، اي اكبر من واحد باي حاله؟ ستيب داون. ستيب داون، اذا هذا كان ستيب داون ترانسفورمر والريشو كانت بالترمز بين العدد لفات هون عدد لفات هون بتساوي ايه؟ هاي المقاومه راح تبين بقيمتها الاصليه مضروبه في اي سكوير. اوكي ماشي واضح؟ اذا بيعتمد بس على عدد اللفات، عدد لاحظوا انه عدد اللفات هو نفسه كمان الريشو ما بين في بي وفي اس، يعني بقول انه اي بتساوي في بي على في اس، يعني بنحكي عنهم ال هو بتساوي ان بي على ان اس. نعم بنحكي عنهم الترانسفورمر وغاد بالجير عدد الاسنان، عدد الاسنان صحيح. نفس الشيء اللي بحب اشوف المقابله الميكانيكيه تبعت هاي، لو انا عندي جير بوكس هون وهذا كان ستيب داون يعني عم بنزل السرعه، وعندي هون هلا هو لانه بنزل السرعه رح تكون مختلفه، رح تنزل. وعندي هون فلاي ويل، ركبت انا فلاي ويل وهذه كانت اي هون وبدي اشوفها، ولو فرضت انه هذا
خلينا نفترض انه هذا اللو سبيد شافت وهذا الهاي سبيد شافت، وهون عندي هذا صار كانه بيعمل ستيبينج اب ستيبينج داون للتورك، مش هيك؟ التورك هون عماله بينزل لتورك اقل. راح تبين هذه الفلاي ويل بالنسبه لمحرك انا مركبه هون بتبين A سكوير اي، و A اللي هي الريشيو ما بين الاثنين راح تكون مضروبه في A سكوير زي ما هذا المقاومه هاي مضروبه في A سكوير في مربع الريشيو.